وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، أكد أن ما يتعرض له الصيادون البحرينيون على أيدي السلطات القطرية يتعارض بشكل كبير مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان ومع الاتفاقيات الدولية. إذا أردنا أن نصنف ما يتعرضون له هؤلاء الصيادين فهم يتعرضون إلى جريمتين إنسانيتين، جريمة الاحتجاز القسري نتيجة وجودهم في قطر أو في سجون قطر أو في أماكن الاحتجاز القطرية لفترات طويلة، واعتقال قسري تم في ظل يعني ظروف غير واضحة وتثير الريبة كثيرا. هذه الجريمتين لا تسقط بالتقادم، من حق من تعرض لهذه الجرائم أو من ارتكبت الأجهزة القطرية في حق هذه الجرائم أن يقاضيها وأن يطالب بحقوقها كاملة سواء كان الحالية أو السابقة.